فيها بقى. ايوه ثانية. نعم مساء الخير. مساء النور. مايلو موجود؟ لا لا انا باكل جوه في المطبخ. خش. امان؟ انت ضيعت عليا احلى لحظة دلوقتي. ايه؟ تعالى بسرعة. تعالى بسرعة. ليك في الام ام ايه؟ ايه الام ام ايه ده؟ الام ام ايه يا عم؟ دول بيموتوا بعض. انت عايز تقول ايه؟ بص لي خلاص. عايز ايه؟ جايب لك دي. ايه ده؟ بجد؟ الله ده انا اول مره حد يجيب لي هديه. دي حلوه قوي. شفتي بقى هي ولا الزغروطه؟ الزغروطه دي خفيفه. هاتيها هغيرها هجيب لك واحده اتقل. انت هتفضل اهبل كده لحد امتى؟ اهبل؟ اهبل. جايب لي صوره بالشيء الفلاني تعوضني على المشهد كنت هاخد فيه 500 جنيه؟ انت ايه؟ طالما اتسببت في مشكله كان لازم احلها. بصوره زي دي؟ انت لو وقعت تحت وليه من اللي هم هتبيعك كل حاجه. انا ايه اللي وقعني تحت وليه؟ ما انا بقول لك اهو. انا يعني بس بعد اذنك اقبليها بس عشان ضميري. لا يا سليم انت هترجعها وده اخر كلام عندي. ده انا ما مش فاهم فين المشكله. المشكله انك فاهم ان حصل لي كارثه وانا اصلا ما حصليش كارثه ولا حاجه. طب تعرف المشكله اللي حصلت دي جالي من وراها مصلحه؟ عارف مين كلمني؟ مين كلمني؟ خالد الشيبي. مين خالد الشيبي؟ ايه ما تعرفش مخرجين مصر؟ مخرجين ما اعرفش غير سامح عبد العظيم. ده مخرج كبير جدا، ده هو اللي اكتشف البنت اللي احنا اتخانقنا معاها امبارح. ياه. اه والله. طب هو اتصل بيكي ليه بقى؟ ما انا هقول لك، ما بيني وبينك كده بعد ما نكمها وشاره راحت اديته على قفاه، فتقريبا حد صورني وانا بشرشح لها بقى في اللوكيشن، فهو اتبسط مني قوي وقال لي انه هينجبني برضه ويخليني مشهوره زيها واكتر منها كمان. بسط عجيب. لا بس هو وعدني انه هيخليني نجمه، ابقى نجمه كبيره. يلا. ده ايه بقى علاقته بالهديه؟ لا ما انا كده كده مش هقبلها، وبعدين دي صوره غاليه جدا يا استاذ، ايه بقى المقابل؟ ما انا مقابل بلانيلا. ما انا ما بديش مقابلات. ها؟ احترم نفسك. كان مهم بس عندي ان انا انام مرتاح. هيجي لك ضمير تنام وانا طالبه منك طلب مش عايز تعمله. طالبه ايه تاني اعمله؟ زغروطه. انسي. واحده. زغروطه انسي. انسي. يا لهوي يا لهوي على اللي بتفرجها. بص بتعمل فيها ايه؟ دول بي معقول يقتلوا بعض كده؟ هي البنت ام شرط اسود دي اصلا جحيم من الاول. يلا هسيبك بقى، كملي انت، تصبحي على خير. اديها بقى. انت غبيه. Watch it.